ما هي بطارية بغداد؟ في عام 1800 اخترع ألكسندر فولتا البطارية الكهربائية، وذلك من خلال ملاحظته بأنه عند وضع مصريين من مادتين مختلفتين في جلد ضفدع ستولد تيار صغير، ثم اكتشف أنه بالإمكان إعادة إنتاج هذا التيار من الأنسجة الحية، وذلك بوضع المعادن ضمن محلول كهرليتي معين. وتقديرا لأعمال فولتا وجهوده في مجال الكهرباء، نحن نطلق اسمه على وحدة قياس التوتر الكهربائي والتي هي الفولت. طيب شو رأيكم نحكي لكم حكاية تانية عن البطارية الكهربائية؟ كان يا مكان بقديم الزمان، من شي 2000 سنة كان في بطاريات بمنطقة اسمها خوجات رابو. معقول بطاريات من 2000 سنة؟ خليني كفي القصة. بإحدى زوايا المتحف الوطني في العراق تتوضع جرار فخارية حجمها بحجم قبضة يد الرجل، يطلق عليها اسم بطارية بغداد، حيث أعاد اكتشافها النظر باختراع البطارية من قبل فولتا، فهو وحسب قول البعض لم يخترعها بل أعاد اختراعها. تم وصف جرار الفخارية المكتشفة في منطقة خوجات رابو خارج بغداد لأول مرة من قبل عالم الآثار الألماني ويلهلم كونينغ، والذي أصبح فيما بعد مديرا للمتحف الوطني في بغداد، مع العلم أنه من غير المؤكد فيما إذا كان كونينغ هو من اكتشفها من خلال التنقيب أو تم اكتشافها من قبل آخرين غيره. يعتقد بأن عمر هذه الفخاريات حوالي 2000 سنة، وهي عبارة عن جرار خزفية طولها حوالي 130 مليمتر أو 5 إنشات، وبفتحة بقطر 1.5 إنش، تتسع بشكل مناسب لباقي المكونات، والتي هي اسطوانة نحاسية تحيط بقضيب حديدي، ومن الأعلى القضيب معزول عن الاسطوانة من خلال سدادة إسفلتية. وأكدت الدراسات على وجود محلول حمضي داخل الاسطوانة النحاسية، مما يؤدي إلى حدوث تفاعل كيميائي بين العناصر ينتج تيارا كهربائيا. لذا اعتقد كونينغ بأنها بطارية لشبهها بمكونات البطارية. كيف تعمل هذه البطارية؟ أكدت بعض التجارب بأنه عند ملء هذه الفخاريات بمحلول حمضي مثل عصير العنب المتخمر أو الخل، سيتكون جهاز يشبه البطارية يولد تيارا صغيرا. فالمحلول الحمضي يسمح للإلكترونات بالتدفق من الأسطوانة النحاسية إلى القضيب الحديدي، حيث يتم اتصال بين المعدنين معا عبر المحلول. وهذه هي بشكل أساسي نفس المبادئ المكتشفة في الخلية الغلفانية والتي اعتمد عليها فولتا في صنع البطارية المعروفة حاليا. استخداماتها: بما أن العناصر المستخدمة في هذه الفخاريات وطريقة ترتيبها تشبه إلى حد كبير شكل البطارية المعروفة حاليا، لذا فالكثير من الباحثين يعتقدون بأن استخدامها كان كهربائيا. عنصري الحديد والنحاس هما من المعادن الكهروكيميائية، والتي عند وضعها معا ضمن محلول كهرليتي ستنتج تيارا كهربائيا. يمكن تجربة ذلك من خلال وضع مسمار من الحديد وقطعة نقدية نحاسية ضمن ليمون، سينتج تيارا كهربائيا. فالعالم والباحث كونينغ لاحظ عدة آثار فضية تعود للفترة القديمة في العراق مطلية بطبقة رقيقة من الذهب، لذا يخمن كونينغ بأن عملية الطلاء كهربائيا كانت موجودة في تلك الفترة باستخدام هذه البطاريات. قام بعض العلماء الآخرين بصنع بعض النماذج المشابهة، وعند ملئها بمحلول حمضي مثل عصير العنب أنتجت هذه النماذج حوالي 2 فولت.
كما قام بعض الخبراء بتجربة نماذج للبطاريات في عملية التغليف بالذهب، وذلك باستخدام محلول حمضي أكثر فعالية وهو الخل. ومع ذلك فكانت طبقة الذهب الناتجة عن التجربة طبقة رقيقة جدا لا تتجاوز الميكرومتر. ومن هنا فبعض العلماء شككوا بإمكانية استخدام هذه الأدوات للطلي بالكهرباء، وذلك لأن الخل هو محلول فعال جدا، ولكن البطارية كانت ذات أداء ضعيف. كما أن فكرة الطلي كهربائيا لا تستخدم حاليا، والأواني التي اعتقد كونيغ بأنه تم طلاؤها كهربائيا يعتقد بأنها طليت بواسطة اللهب. إذن ما هي هذه الفخاريات؟ ومن صنعها؟ وماذا كان استخدامها؟ تعود هذه الفخاريات للفترة التي عاش فيها البارثيون في قرية خوجات رابو، وهم شعب كان يهتم بالأمور القتالية ولم يكن له اهتمامات كبيرة في الأمور العلمية. لذا فالباحثون يعتقدون بأن هذه الآثار قد صنعها شخص ما من خارج منطقتهم ثم أتى بها إليهم، أو كما يعتقد البعض بأن رحالة فضائيين هم من صنعوها ووضعوها في تلك المنطقة خلال إحدى رحلاتهم إلى الأرض. توجد عدة أفكار أو اعتقادات لاستخدام هذه الفخاريات، ومنها الفخاريات المكتشفة، ما هي إلا مستوعبات بسيطة لحفظ لفائف ورق البردي، ولكن هذه اللفافات تعفنت مع الوقت واختفت من داخل المستوعبات. كانت تستخدم كوسيلة للعلاج بالإبر، وهذا ما فسره بعض الباحثين بسبب وجود إبر قرب مكان اكتشافها. كانت مستخدمة من قبل الكهنة ورجال الدين في تلك الفترة، وذلك لجعل الناس يذهلون بالقدرة الإلهية. وقناة ديسكوفري عبر إحدى برامجها تحدثت عن هذه البطارية وما هي استخداماتها الممكنة، حيث تم استخدام 10 جرار فخارية مصنوعة يدويا تشبه الفخاريات المكتشفة في بغداد، وتم استخدام عصير الليمون كمحلول كهرليتي لتحريض العمليات الكهروكيميائية بين المعدنين النحاس والحديد. وعند وصل النماذج 10 معا كان الجهد الناتج حوالي 4 فولتات، وهو جهد صغير. لذا تساءل فريق البرنامج ماذا يمكن أن تستخدم فيه. فريق البرنامج وجد 3 استخدامات ممكنة لهذه الفخاريات: الطلي الكهربائي، علاج الألم بالوخز بالإبر، والوعظ الديني. فربط عدة بطاريات على التسلسل سيولد قوة كافية نوعا ما للطلي الكهربائي. أما من أجل الوخز بالإبر فالبطاريات أدت إلى حدوث نبض بشكل عشوائي يمكن الشعور به عند وخز الإبر، وعند ربط إبرتين مع بطارية واحدة سيشعر الجسم بحرقة مؤلمة. وبالنسبة للجانب الديني تم بناء نموذج مشابه لسفينة نوح الأسطورية، ووضع عليه ملاكان بأجنحة ذهبية تم ربطها إلى بطاريات ذات قوة ضعيفة، وعند لمس الأجنحة سببت شعورا في الضيق في الصدر. وبسبب عدم المعرفة الكافية بالكهرباء في تلك الفترة كان الناس يظنون بأن هذا الشعور هو الدليل على الوجود الإلهي. في النهاية هل يمكن القول بأن بطارية بغداد كما يطلق عليها الآن هي عبارة عن بطارية؟ إنه احتمال ممكن وقوي، ولكن مع ذلك فإن العالم فولتا لن يكون قلقا، لأننا غير قادرين على تغيير وحدة التوتر الكهربائي. لذا فمكانة فولتا التاريخية والعلمية هي مكانة باقية.